يوليو وكمان لعبة حلوة هو احمد عبد الباقي تاني والرافعه في النص وحلوه وفايته رافعه عبد العزيز عبد الشافي بدماغه بعد 20 دقيقه وحيد كامل بيوز يشرف الحكم طه مصري جول جول يصلحها مصطفى عبده حلوه خطير الشيخ محمد عباس خالد قضى الله لمصطفى عادل مأمور برقم بالعرض هو الجول اول لحظة اول كورة تتنقل من الزمالك وترجع على راضي جول اول جول للزمالك بعد مضي نص دقيقة خمس دقائق مصطفى عبده توصل هو جول هو جول محمد عامر بيجيب الجول التعادل بتلعب لزكريا بس من رجلين جامده هو جول محمد حلمي يفكر يشوط من بعيد جامده جول بجزاء للزمن للاهلي خطيب على يمين المأمور 31 دقيقه لايمن يونس بالشوطه مش جوه جول الجول الاول للزمالك ايمن يونس بيشوط الكره من بعيد تنط على الارض وتخدع اكرام وتخش الجول الجول الاول للزمالك هنشوف الكره دي مره ثانيه هنشوف الكره دي مره ثانيه ادي ايمن يونس من بعيد من حوالي 25 يارد بالشوطه تنط وتخش جوه الجول وتصبح النتيجه هدف للزمالك الكوارسي جاب الجول الاول وجول بيجي
الزمالك بيجيب جول التعادل بعد مضي دقيقة 4. بيجي جول التعادل. هنشوف جول النادي الاهلي اهو مع بعض تاني. جامدة. رجب عليها وتفوت تتلعب جامدة وتحط جول. جول الجول الثاني للنادي الاهلي. الجول الثاني للنادي الاهلي. الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد. محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكرة مرة تانية. محمد السيد عشان الشوط الثاني. هدف الزمالك احرزه فاروق جعفر بعد مضي 4 دقايق من الشوط الاول. بدر حامد عليها بيطلع ضياء وبيلعبها ناحية محمد سعد انما تطول وتطلع بره. ياخدها محمد حلمي بيمشي لعبها بالعالية وكوارشي بيحطها جوه الجول. كوارشي بيحطها جوه الجول. بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك بعد 20 دقيقة. كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الخطيب لأسامة عرابي برجله اليمين وتشات وتوصل لطارق خليل ويطلع عند مامور ولعبها زكريا ناصر جوه الجول. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 7 دقايق. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 7 دقايق. زكريا ناصر بتشوف الكرة مرة ثانية بتوصل لطارق خليل بيخش بيلعبها تخبط في عادل مأمور وتروح لزكريا ناصر زي ما احنا شايفين وبيحطها جوه الجول. تصبح النتيجة 1 لا شيء. يتقدم النادي الأهلي بعد مضي 7 جول على يمين طارق عبد العزيز. هنشوف الجول مرة ثانية لنص لطارق يحيى. جامدة 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 جوه الجول. جامدة جوه الجول. الجول الأول للزمالك. الهدف الأول للزمالك وتصبح النتيجة 2-1 لصالح النادي. هنشوف الكرة ثانية هي مرة ثانية. طارق يحيى بيلعبها بالعرض. جامدة جامدة يحطها محمد حلمي. جول. الجول الثاني للزمالك بعد مضي 35 دقيقة. 35 دقيقة يجيب طارق يحيى الجول الثاني. احمد شوبير ويحرز الهدف الاول لنادي الزمالك بعد مضي حوالي 37 دقيقة. بيتقدم مع المسؤول عن التقديم. توصل لمجدي عبد الغني. عبد الغني بيشوط جامدة. مجدي عبد الغني بيشوط من حوالي. حمادة بيلعب عالية. زمالك حميد عالية. الجول الاول للزمالك. بقول لحضراتكم الوقت بدل الضائع خلص حسب ساعتي انا. ترجع ورا لمصطفى عبده ويخرج وقفل. الجول الاول. الجول الاول. جمال عبد الحميد بيلعب عاليه. خش جوه الجول. جوه الجول. جمال عبد الحميد يمشي نص ماهر همام. جوه جول. احمد حليم بيشوط قنبلة على يمين. كرة لاسماعيل يوسف لعبة بالعرض. تقلش كرة لاسماعيل يوسف لعبة بالعرض وبيلعبها حلوة في العرضة ويتابعها جول مصطفى نجم. تامر وبيلعب الكرة لتامر اشرف ويعمل الكرة بالعرض عالية ويطلع حدود المنطقة ويجرب ابراهيم وشوطها جول. ابراهيم حسن على حدود المنطقة ويجرب ابراهيم وشوطها جول. ابراهيم حسن محمد يوسف برجله الشمال ويفوت من الشيشيني وهيعمل بالعرض. محمد يوسف برجله الشمال ويفوت من الشيشيني وهيعمل بالعرض. رمضان وبيعملها اوفر وعبد الجليل بيحطها جول. عبد الجليل جول. رمضان وبيعملها اوفر وعبد الجليل بيحطها جول. الشمال
الايمن جنبه على رجله الشمال والايمن جنبه ما بين محمود وتروح لوليد. وليد يجيد المروه انما مبتعد بعيد فتره عن مباريات الاصابه وتروح لحسام حسن. وحسام حسن بيحط الجول الثاني. حسام حسن بيجيب الجول الثاني. يا حسام يا حسن. وياخدها ومعاه مدحت ومدحت عبد الهادي وهادي جوه جول. الله الله. مره تانية من ناحيه الشمال ياسر ريان أرضية حسام حسن وحسام هلوة جوه جول جوه جول. الله الله الله. ايه يا ابني ده لخالد الغندور لأحمد الكاس. أحمد الكاس ويعدي أحمد ويعدي وخطر خطر وبيعدي لنفسه يا خبر أبيض. جول جول أحمد الكاس خشبة وداخل هادي وجوه جول 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 3-1. هجمات النادي الأهلي كله بيبتديها من ناحية الشمال وفيليكس بيتحرك سليم هو فين وبيعمل يلقي بكلمة الافتتاح في ماتش النهارده. احمد فيليكس احد نجوم زي ما بقول لحضراتكم يلقي بكلمة الافتتاح عرضية في نطاق خطورة وصبري وهوبا جول 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 جول. وعرضية الناحية الثانية وهوبا وجول بيلفها وهدف العرضية وجول جول 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 علاء إبراهيم. وفعلا لطشة بوش رجله الخارجي وجول خبطت وغيرت اتجاهها حسن فاروق وشوطة والهدف الأول وعلي ماهر وحلوة والهدف التعادل. ويلعب كرة عرضية وحسام حسن استلام حلو قوي وتصويبة حلوة 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 في واحدة عرضية وحسام حسن وحسام يتألق داخل حازي وجوه الجول وعايز يلم تاني وعرضية عالية وخطيرة وجوه الجول. ماشي حسام حسام وعرضية وخطيرة وجوه الجول. نشوف اللعبة دي الأول مع زميل طارق الأول وادي على طول رضا شحاتة والهدف الأول والهدف الأول للنادي الأهلي فزي الموزة باتجاه المرمى وفعلا لفت اهي باتجاه المرمى وعبد المنصف والهدف الثاني للنادي الاهلي. الهجمه من الناحيه اليمين الى الناحيه الشمال وهو اللي بيكمل في العمق في حاله ابتعاد خالد بيبو ورضا شحاته. وادي على طول الكره لبلال لبلال وخالد بيبو والهدف الثالث خالد بيبو الهدف الثالث. طلش في التاريخ انه شوط واحد جه فيه 4 أهداف لفرقه واحده. وادي الكره العرضيه ادي الكره العرضيه وحلوه من ابراهيم حلوه ورقم قياسي رقم قياسي جديد لحسام حسن الهداف الاول لمباريات القمه في تاريخ مباريات الاهلي والزمالك. خالد بيبو وعايز رقص ورقص المره دي ورقص المره دي وهو جول والجول والجول الرابع يا جاب الصعب خالد بيبو يديها على طول لمحمد فاروق وحلوه والهدف الخامس الهدف الخامس هاتريك سند وادي التمريره البينيه لخالد بيبو هو جول هو جول هو جول هو جول هو جول هو جول. مقطوعه مدحت عبد الهادي يا ولد يا لعيب ماشي مدحت عبد الهادي ومعدي ماشي مدحت عبد الهادي ماشي هوبا والهدف. الله الله يا مدحت الله 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 عليك يا ابني. ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده ايه الطعامه دي حلوه 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 للصبح. مدحت عبد الهادي يستلم كره من نص ملعبه عايز يعدي ياسر ارضيه لورا مره تانية سيد حطها حلوه وتفويته وخطيره وعلى شماله ولسه وضربه جزاء يا نهار ابيض يا نهار ابيض. وحسام غالي وداخل اوبا الله 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 عليك يا جوده. رامي التماس مره ثانيه حلو في الشمال وطارق ماشي وخطيره وعرضيه وبيلد لكن وائل اوبا الله 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 يا محمد يا عبد الواحد. عمارة عالية في اتجاه بلال وبلال 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 والورا ووبا والهدف يا نهار ابيض. الله 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 يا سيد الله 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 يا عبد الحفيظ. في الشمال وعرضية المرة دي حلوة وحسام حسن حسام حسن ايه الراجل ده ايه الراجل اللي اسمه حسام حسن ده.